بالنسبة لنفس دولة ملاوي في تسهيلات أو في تضييق من الحكومة؟ ملاوي حفظك الله طبعاً أول مرة أذهب إليها. إيه؟ ملاوي حقيقة بلد آمنة جداً، ولعلها من أكثر البلاد الأفريقية أمناً. ما شاء الله. الناحية الأخرى أن هنالك تسهيل خاص عن طريق الجمعية أو المؤسسة أو اتحاد مسلمين ملاوي. نعم. هذا الاتحاد معترف به رسميا في الدولة. في الدولة ما شاء الله. بل هو الذي يمثل المسلمين في الدولة. ما شاء الله. حتى إعلان العيد، إعلان رمضان، كل الأشياء هذا الاتحاد هو اللي يعلن رسميا وهو المفوض من الدولة. ما شاء الله. هذا الاتحاد يستقبل الدعاة جزاهم الله خير على حسن ظنهم، يستقبلونا بإصالة صالات الرئاسة. ما شاء الله. يسمونها البي آي بي، يعني يدخل من باب الطائرة يعني يضعون اسمك وأنت تنزل وهم يأخذونك بالسيارة. ما شاء الله. والخروج لا تفتيش ولا غير ذلك من الإجراءات. الله. يعني أنت جالس يأخذون الجواز ويختمون الأمور ويأتوك ويأخذون الحقائب وأنت راجع داخل وانت جالس كل شيء يرجع اليك. ما شاء الله. يعني ما بقي الا نذهب بس. والله بصراحه انه هذه امانه ومسؤوليه. الله يسلمك. براءة للذمه، كل من فيه استطاعه يزور هذه الدوله ولو لبضعه ايام وسيرى الخير الكثير الذي يجعله يندم على تقصيره فيما مضى من ايام. الله المستعان. وانا اقول والله نحن معشر العرب الدعاء فنرجو أن نكون من طلاب العلم والدعاء حقا، مقصرون حقيقة في أمثال هذه الدعاء. الله يغفر لنا. والأمر يعني إن شاء الله ميسور، نسأل الله القبول. آمين. نسأل الله يتقبل منا. الله يسخر.